اسعد الله اوقاتكم متابعينا الاعزاء. اليوم جتني دعوه من جي اي سي موتورز لحضور حفل اطلاق الجي اس 8 موديل 2023 بجيلها الثاني الجديده كليا، فاني قابل اروح وحدي، شلون يصير؟ يلا تعالوا وياي. متابعينا الاعزاء، هسه راح نعرض لكم السياره بشكل سريع. طبعا الجي اي سي الجي اس 8 هذا الجيل الثاني من السياره اللي طلع سنه 2021. الجيل الاول من السياره طبعا انا مصوره على القناه، اول ما دخل العراق كانوا عارضين السياره في فاميلي مول. طبعا الجيل الاول من السياره طلع سنه 2016 وهذا الجيل الثاني. السياره حصلت على تحديثات مهمه من حيث الشكل والتصميم والمزايا التقنيه. من حيث التصميم السياره صارت بصراحه احلى، والزوايا الحاده دخلت هوايه اكثر بشكل شبير للتصميم، يعني الزوايا الحاده صارت اكثر بالتصميم. هنا نشوف الزوايا الحاده على جوانب السياره، حتى تصميم الاضاءات الاماميه. هذا الشيء انطى للسياره طابع فخامه وانطى للسياره حجم اكبر من حجمها، وهي فعلا السياره حجمها كبر عن الجيل السابق. طول السياره زاد عن الجيل السابق بمقدار 17 سنتيم، وعرضها زاد بمقدار 4 سنتيمات، وارتفاعها زاد بمقدار سنتيم واحد. طبعا ابعاد السياره راح يكون عندنا الطول 498 سنتيم، والعرض 195 سنتيم، والارتفاع 178 سنتيم، وقاعده العجلات 292 سنتيم. يعني ابعاد جميله راح ينطيك رحابه بالمقصوره الداخليه، وراح تكون منافسه ضمن فئتها كسياره كروس اوفر من الحجم المتوسط. فهنا نشوف الشبك الامامي الكبير. طبعا جي اي سي تتميز عن باقي الماركات الصينيه بانه عندها تصاميم اصيله، يعني التصاميم مالها ما تحسها مقلده من غير ماركات، وانما لا، تصاميم اصيله خاصه بالشركه. تصاميم جي اي سي دائما تكون متميزه متفرده. شوفوا هنا هذا تصميم الشبك الامامي، هم الشركه تقول احنا صممناه تحت كونسبت الفلاين داينامكس. شبك امامي كبير جدا، بها علامه جي اي سي، بها الكاميرا مال الرؤيه المحيطيه 360 درجه، اكو حساسات اماميه، وكذلك عندك هنا فتحات تهوية لجوا، وكذلك عندك مثل سكيد بلاك باللون الرصاصي. هنا نجي الإضاءة الأمامية، نشوف الإضاءة الأمامية، شوفوا بها LED نهاري، بالإضافة إلى الإضاءة هي أيضا LED كامل وتكون أدابتيف. يعني مثلا أنت تمشي طريق سريع تكون أوتو هاي بيم، إذا إجت سيارة من الأمام الإضاءة هي من نفسها تخفض الإضاءة حتى لا تأثر على السواق المقابلين لك. هاي كلها ميزات أمان موجودة بهذه السيارة. طبعا عندك هنا ايضا مثل فتحات تهويه وديكورات جميله، كلها بها تطعيمات بالبيانو بلاك او الاسود اللماعي. نجي الى التصميم الجانبي للسياره. طبعا التصميم الجانبي للسياره ايضا بميزات فخامه بصراحه. التصميم كلين مثل ما نقول، تصميم يعني نظيف وببعض الخطوط الحاده. شوفوا هنا من الجانب شلون السايد بروفايل مال السياره مبين الخطوط الحاده مالتها، مطيتها طابع فخامه. عندك بهالفئة الإطارات الويل ماله يجي بحجم 20 إنج، والويل ألمنيوم ألتي سبوكس يعني به متعدد الأضلاع يكون. عندك تطعيمات بالبلاستيك المضاد للخدوش موجودة على أطراف السيارة تأكيدا على أنه هي سيارة كروس أوفر أو سيارة عالية. كذلك عندك هنا تطعيمات بالكروم جوا الأبواب تأكيدا على جانب الفخامة، تطعيمات بالكروم هنا جوا المراية الجانبية، والمراية الجانبية أيضا بها إضاءة LED، وكذلك بها الكاميرا مال الرؤية المحيطية. طبعا تطعيمات الكروم مكمله هنا ويا الشبابيك مال الابواب الى حد هالمنطقه، ومن هنا صاعده مثل الزعنفه مال السهم. نشوف التصميم الخلفي للسياره، بس قبل لا اروح راح اخذ المفاتيح ويا اوقف يم الباب مال الصندوق. صندوق السياره ذكي، مفروض اوقف لمده 3 ثواني الى 4 ثواني وصندوق الباب يفتح من كيفه. والله فتح. بما انه فتحنا الصندوق خلينا نشوف سعه التخزين. بصراحه سعه التخزين جيده، لكنه الارقام ما متوفره عندي.
هنا المقاعد مال الصف الثالث تكون نصبه، فهنا بهالطريقه بهالفئه. طبعا هاي المقاعد التنصيب مالها وكذلك طيها راح يكون ميكانيكيا، اكو ازرار على الحافه مال المقاعد. بالفئات الاعلى راح تجي هنا ازرار التنصيب والطي مال المقاعد مال الصف الثالث راح يكون كهربائي بالكامل. جوا هالمنطقه ايضا راح يكون عندك منطقه خزن اخرى، وبالتالي بها ايضا العده مال السياره من مثلث والجاك وغير معدات تحتاجها بالسياره. اما السبير مال السياره اكو هذا الجزء تفتحه وتنزل منه السبير. صاير جوا الدعاميه الخلفيه وجوا الصندوق. خلينا نسد الباب حتى نشوف التصميم الخلفي للسياره. طبعا الاضاءه الخلفيه ايضا LED بالكامل، شوفوا اضاءه LED بالكامل، شكلها مبتكر وجميل. ايضا السياره بها اضاءه ترحيب، يعني لما تقترب منها واذا مقفله الاضاءات ايضا تشتغل لك، الاضاءات الخلفيه والاماميه. عندك التصميم الخلفي بصراحه ايضا انا اشوفه كلين او نظيف، شكله حلو. طبعا التصاميم الكلين او النظيفه ليش اقول لكم دائما حلوه؟ لانه تعطي لمسه فخامه للسياره. لما تكون السياره تصميمها هوسه الفخامه مالتها تروح، بس هنا التصميم لما يكون شيء نظيف وكلين لا تنطي لمسه فخامه للسياره. عندك هنا بصمه الجي اس 8، عندك هنا علامه الجي مال شركه جي اي سي، ومن هنا ايضا جي اي سي. طبعا جي اي سي ترمز ل جوانزو اوتوموتيف كوربوريشن، يعني شركة صناعة سيارات صينية. طبعا عندك كاميرات للرؤية الخلفية وكذلك عندك حساسات خلفية. نكمل ويا تصميم السيارة الخلفي، نشوف هنا تطعيمات بالبلاستيك المضاد للخدوش، وعندك فتحات عادم مزدوجة، فتحات العادم المزدوجة هاي شغالة فعلا. عندك التصميم ايضا مكمل من هنا، شوف شلون حلو بها رفلكترات وكذلك بها تطعيمات بالكروم مكملة ويا الكروم اللي جاي من اسفل الابواب مال السيارة. هسه نشوف التصميم مال الكابينه الداخليه للسياره، شوفوا هنا بصراحه التصاميم بها لمسه فخامه واضحه، والمواد المستخدمه بتغليف الكابينه كلها مواد جيده، جلود صناعيه لكن جودتها عاليه، اكو استتشات حقيقيه، اكو هنا نظام صوتي من الباين، بهالفئه يجي 8 سماعات، بالفئات الاعلى راح يجي من 10 سماعات، هنا عندك مناطق خزن وحامل اكواب، كذلك الكراسي كلها جلد وكذلك بها استتشات حقيقيه وبها تطعيمات، اللون بين لون البيجي او الرصاصي فد لون حلو بالاضاءه اذا ما تبين. هنا ايضا بها تطعيمات باللون الاسود، وكذلك عندك الدايموند ستيتشن او النقشات على شكل ماس، وبها ثقوب للتهويه، فهنا ايضا الثقوب منتشره بهالمنطقه بجوانب الكرسي. الكرسي بها مساند جانبيه حتى تسند الراكب، مع العلم هذا كرسي خلفي، فالكراسي احتمال راح تكون مريحه. خلينا نقعد. فعلا الكراسي مريحه، الحشوه مالتها مريحه، كذلك الكراسي تقدر تغير من الوضعيه مالتها، تقدر تقدم وتاخر، والظهر مال الكرسي ايضا تقدر تغير الوضعيه مالتها، تقدر تقدم وتاخر الظهر مال الكرسي. شوفوا هاي كلها مزايا راحه تقدمها سياره للمقاعد مال الصف الثاني. كذلك عندك هنا حامل اكواب ومسند بالنص، وكذلك بيها منافذ ايزوفيكس لتثبيت كراسي الاطفال. كذلك عندك هنا السيطر على التبريد مال المقاعد الخلفيه، مناخ منفصل، يعني السياره راح يكون عندك 3 مناخات، مناخ للسائق، مناخ للراكب الامامي، ومناخ للناس القاعده بالخلف، وفتحات التهويه صايره فوق. طبعا السقف البانورامي ما ننساه ضايف، فالجو حلو داخل الكابينه. هسه قعدنا بمقعد السائق، طبعا هنا نشوف قبل لا نحكي على كل شيء نشوف مفتاح السياره، مفتاح السياره بصراحه شكله جميل وانيق بالتشغيل عن بعد وكذلك بال الفتح والغلق وفتح الصندوق. طبعا هنا اكو ايضا حرف جي بشكل شفاف جزء من المفتاح بشكل جميل. هنا ايضا عندك بهالمنطقه عندك المقبض مال الجير، هذا المقبض يشبه يا سياره يشبه سيارات بي ام دبليو بصراحه بهذا الكريستاله الموجوده هنا. طبعا الجير شيفت باي واير، فهنا ما دام الجير شيفت باي واير جوا الجير راح يكون عندك منطقه خزن، او جوا الجير جوا المنطقه مال الجير او المسند الوسطي راح يكون عندك منطقه خزن اضافيه. عندك هنا حامل اكواب عدد 2، عندك ايضا تخشيب بشكل جميل، عندك البارك الالكتروني، وعندك نظام الاوتو هولد، وكذلك عندك الدرايف مود او انظمه القياده، عندك الزر البصمه هنا صاير يمك، وعندك هنا الكاميرا مال الرؤيه المحيطيه الزر مالها موجود، فقط هاي الازرار موجوده، باقي وظائف السياره كلها راح تكون بالشاشه. طبعا هاي التقنيه هي تقنيه التصاميم الجديده اللي تستعملها الشركات، طبعا السياره يتوفر بها اضاءه محيطيه ايضا. التقنيه هاي تقنيه التصاميم النظيفه، خلينا نقول الشركات هسه قامت كلها تتوجه انه تختصر او تختزل التصاميم الداخليه للسياره حتى تكون
بسيطة للنظر وما بها أزرار هواية. فهنا كل وظائف التبريد ووظائف الأخرى مال السيارة راح تكون عندك بالشاشة الكبيرة اللي هنا اللي 14.6 إنش، وعندك أيضا شاشة هنا مال عدادات بحجم 10.25 إنش. هسه خلينا نشغل السيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف هنا التصاميم الجميلة عندك. هنا هاي الشاشة تشوفها الوهلة الأولى كأنه 10.4 إنش، بصراحة بس هسه شغلت السيارة لا، الشاشة 7 إنش. وعندك هنا أيضا عدادات ديجيتال تقرأ لك الخزان مال البنزين والحرارة مال المحرك وباقي الوظائف مال السيارة والسرعة كلها صايرة هنا. هنا عندك أيضا شاشة ترفيه بحجم 14.6 إنش اللي تشمل مجموعة من الأنظمة، أنظمة الترفيه زائدا النافيجيشن زائدا السيطرة على مكيف السيارة. شوف هنا هاي المنطقة كلها للسيطرة على مكيف السيارة، وهذا الزر الهوم وهذا الزر التطبيقات مال السيارة. أكو تطبيقات هواية موجودة هنا على السيارة، تقدر تسوي موبايل ميرورين، الموبايل مالك تشغله على الشاشة، وكذلك بيها الايزي كونكت هاي شوفوا موجودة مال الموبايل، وكذلك بيها سجل القيادة. الكاميرا المحيطية 360 درجة لها إمكانية أنه تسجل أو تسوي ريكورد للرحلة مالتك، يعني لا سمح الله إذا صار حادث أو فشي أنت عندك يكون كل شيء مسجل على الكاميرا. أكو بعض المزايا الأخرى بالسيارة أيضا هنا نشوف هاي الكراسي الأمامية، طبعا اثنيناتن كهربائيات وبها التبريد والتدفئة مال الكراسي، وكذلك من هنا تنزل الشاشة. أيضا أكو مجموعة من المزايا الأخرى موجودة داخل الشاشة. الشاشة أيضا تقدر تربطها على الواي فاي، وكذلك تقدر تشغل عليها مجموعة من التطبيقات. هسه احنا راح نغطي السيارة إن شاء الله بالمستقبل بشكل مفصل أكثر، وبلكي نطلع بها تجربة قيادة. طبعا اكو بعض المزايا الاخرى، احنا حكينا على جودة المواد. هنا مواد مثل مواد تخشيب بصراحة حلوة. عندك هنا شاحن لاسلكي ايضا موجود. الاستير نفسه شكله جميل ومتعدد المهام، وكذلك عندك التصميم مال الشاشة بصراحة التصميم كلش انيق وبيه لمسة فخامة. شوف جاي هنا حفر ونفس من هنا مكمل بالبيانو بلاك وبها اضاءة محيطية ببصمة الجي اس 8. هسه وصلنا لفقرة المحرك. طبعا السيارة تأتي بمحرك 4 سلندر سعة 2 لتر توربو جي دي اي. هذا المحرك ينطي 248 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر. الشيء الحلو بهالمحرك العزم ماله يطلع من وقت. العزم راح يبدا وياك من دورات عدد دورات 1750 دوره، يعني السياره بها بول بها سحبه مثل ما نقول او بها عزم. هذا المحرك مربوط على جير اوتوماتيكي تبترونيك من ايسن الياباني من 8 سرعات. نظام الدفع بالسياره نظام الدفع بالعجلات الاماميه. الصرفيه مال هذا المحرك بهالفئه، طبعا هاي فئه الجي تي، الصرفية مال البنزين راح يكون عندك كل لتر بنزين تمشيك 12.5 كيلومتر. طبعا حجم خزان البنزين راح يكون عندك 65 لتر. وزن السيارة بهالفئة راح يكون طنين. الوزن يختلف حسب الفئات لأن بسبب الإضافات والمواصفات اللي تيجي عليها. الوزن هنا راح يكون طنين، وفئة الجي ال راح يكون 1880 كيلو، وفئة الجي اكس الأعلى فيها راح يكون طنين و30 كيلو. احكي هسه على مزايا الأمان اللي موجودة بالسيارة. طبعا السيارة مليانة مزايا أمان وتعتبر منافسة جدا في فئتها. مثلا عندك الايرباغات، ايرباغات امامية، ايرباغات جانبية، وايرباغات كيرتن، هاي كلها ايرباغات. وكذلك عندك انظمة نظام المساعدة على صعود المنحدرات ونظام المساعدة على نزول المنحدرات، وكذلك انظمة الانغلاق منع انغلاق المكابح والاي اس بي والاي بي دي ونظام مساعدة الفرملة، بالاضافة الى نظام المساعدة الهيدروليكية للفرملة. هاي كلها مزايا امان اساسية. كذلك نجي الى برامج مساعده القياده اللي ايضا تندرج ضمن مزايا الامان. السياره يجي بها مثبت سرعه متكيف زائدا رادار منع الاصطدام الامامي ورادار منع الاصطدام الخلفي ورادار النقط العمياء، هاي كلها موجوده. وكذلك عندك نظام التحذير من الخروج من المسار ايضا موجوده على السياره، بالاضافه الى كاميرا الرؤيه المحيطيه. غطينا لكم الحفل مال اطلاق الجي اس 8 الجديده من معرض جي اي سي موتورز في مدينه اربيل. اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والشير والمهم تشتركوا لنا، خلي اشترك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.